شكرا معلقنا كابتن مروان صالح. مبروك السوبر الاهلاوي، سوبر الكره الطائره رجال، بعد اقل من 24 ساعه على السوبر السيدات. الف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي، الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين. 3-1 نتيجه الحمد لله، كانت مباراه صعبه بشكل كبير، يمكن التوتر العصبي خلى النتيجه تمشي، يعني كانت ممكن المباراه تمشي اسهل من كده بالنسبه لنا، ولكن اللعيبه ادت اللي عليها. الف مليون مبروك الفوز، ودايما دايما يا رب النادي الاهلي يعني في المقدمه. برحب بضيوفي طبعا منورني في استوديو كابتن احمد زكريا، اهلا بيك يا كابتن منورنا، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. الف مبروك نادي الاهلي، ويعني ده من بيكملوا المسيره بتاعت امبارح يعني، فان شاء الله السوبر، واللي هيكملوا بقى ان شاء الله الدوري وافريقيا وكاس ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن. الله يخليك كابتن كريم جمعه، منورنا ومرحب بحضرتك، والف مليون مبروك للنادي الاهلي النهارده. الف مبروك للنادي الاهلي، وده كعاده النادي الاهلي طبعا الانتصارات والفوز. صحيح كابتن، شايف النهارده المباراه ازاي؟ شايف الاداء؟ شايف الروح النهارده اللي لعب بيها النادي الاهلي، روح المقاتله النهارده في فترات كبيره كنا يمكن السنه اللي فاتت كانت بتغيب عنا فيها التوفيق، وكنا يمكن بنتراجع شويه، بيبقى عندنا حاله من الهزه، ولكن النهارده اتحطينا في نفس الموقف والحمد لله لعبتنا قدرت تفوز. تعلق بده بيه؟ يعني النهارده المباراه كان فيها شد وجذب كتير، يعني انت المباراه كانت بتروح وبتيجي، يعني خلال الشوط المباراه بتروح وبتيجي، يعني نعم. الشوط الاولاني كان فارق نادي الزمالك كان ليدنج عليك بثلاث اربع بونت، وقدرت انك ترجع في الشوط وتكسبه. الشوط الثاني برده نفس الكلام، يمكن الشوط الثاني خلصان 32-30، كان في شد وجذب كبير قوي، يعني هو الشوط الثاني ده كان محور المباراه، يعني محور المباراه اللي حصل برده تغير في المباراه. ايضا برده الشوط الثالث، يعني الشوط الثالث والرابع كان برده بيبقى الفرق كبير جدا وبيرجع، فالشد والجذب كتير قوي النهارده ده ادى، يعني مستوى النادي الاهلي كان في فترات كبيره قوي كان ثابت، كان عندنا ثبات انفعالي كبير جدا، يمكن الضغط كان دايما بنقول على نادي الزمالك. النهارده البلوكات النهارده يعني عيبه النهارده كان كلمه السر النهارده في المباراه لما نزل، قدر النهارده ان هو يعني كفه النادي الاهلي قدر دفاعا وهجوما الحقيقه، يعني يعني عيبه النهارده كان نقطه التحول في المباراه كبيره جدا. يمكن فرناندو النهارده مدير فني الاسباني النادي الاهلي قدر يستغل التغييرات في البنج بتاع النادي الاهلي. صحيح. يعني النهارده يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو كان بيستغل الجزئيات الصغيره جدا، يعني مثلا عبد الرحمن الحسيني بينزله على الارسال عشان يضغط بالارسال، يعني عصران النهارده نزل برده في نقط حساسه جدا، يمكن النهارده كان بيلعب الجيم، يعني مقسم الجيم النهارده نقط معينه، كل واحد كان له دور النهارده، قدر النهارده ان هو ينزل النهارده ويحقق الغرض من المباراه. كابتن احمد، النهارده شفنا يعني حماد عثمان سنتر بلوك النادي الاهلي، وليه ذكرى معاك يا حماد يا كابتن، ما تقول لنا الذكرى ايه؟ هو يعني كان سنه الجيل الاهلي كان عنده 14 سنه، سنه 2015 انا فوجئت بيه في الصاله كده، بعمال ابص لفوق كده، ابص مثلا واقف على حاجه، كان جاي 14 سنه وعنده 2 متر 7، الله اكبر، وبعدين كان لابس كروكس مقاس 54. قعدنا حوالي 5 اشهر قاعد في النادي مش كان جاي منين يا كابتن جاحمد؟ كان جاي من دمياط. لا احنا عندنا ما شاء الله دمياط يعني فرق لعيبة. دمياط تخرجت لعيبه كبار، عندنا يمكن 3 لعيبه من دمياط ما شاء الله. ولما جه بقى النادي الاهلي دورت له على الشوز، قعدنا شفنا باسكت وشفنا يعني سافرنا مره، كنا مسافرين البرازيل، قعدنا ندور على 50 الحاجات اللي بتيجي اونلاين يا كابتن، ما بتيجيش تلاقي في المحلات. شفنا بقى كان يعني كان يمكن اول يمكن جزمه جات له مسكه الكابتن وائل عايدي في المنتخب، وكان عندهم بطوله عالم وجاب لنا طب سعيد بقى النهارده يا كابتن سعيد بقى؟ انا طبعا مبسوط جدا ان هو يعني كده ان هو اول سنه يلعب، اول سنه يعني قبل كده كان لما طلع الدرجه الاولى كان بيروح اعراض، فاول سنه يلعب وانا مفاجئت ان هو في الملعب يعني، وكان ما شاء الله يعني هو غطى المركز بتاع 3 النهارده يعني، وهو عنده لسه شويه لما لسه لما يثقل كمان لما يبتدي بقى لسه صغير السن طبعا، هو لسه ما بيرش كويس واحده واحده يا كابتن. لا ما بقول يعني بقول دي لو كملت معاه خلاص ان هو يعني ازاي يوصل الكوره في الاطراف دي لسه ناقصاه شويه. طب كابتن، من وجهه نظرك ايه سبب فوزنا النهارده؟ ايه السبب؟ يعني هنتكلم على السبب الفني اكتر، يعني الروح طبعا هي رقم واحد ولا مفيش كلام، ولكن ايه السبب الفني من وجهه نظر حضرتك؟ طيب خلينا استاذ حضرتك، كنت زمان عودنا الساده المشاهدين، خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا ومراسلنا العزيز فاروق صلاح ولقاء مع العالمي احمد صلاح. اتفضل يا فاروق. برحب بيك يا كابتن هيثم، مليون مبروك ليك ومليون مبروك لضيوفك الكرام كابتن احمد زكريا والكابتن كريم جمعه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت بالفعل العالمي، انت بتعتز بانتمائك للنادي الاهلي وبتعتز ان عندك عبد الله عبد السلام، واحد من اساطير كره الطائره المصريه والعربيه والافريقيه. كابتن عبد الله، كابتن هيثم قال لي العالمي،
عبد الله مليون مبروك السوبر للسوبر، بطوله غاليه بنفتح بيها الموسم لفريق كره الطايره في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا فاروق، الله يبارك فيك. بشكر كابتن هيثم وبرحب بضيوف الكرام. طبعا الحمد لله رب العالمين، ماتش الاهلي والزمالك بعد اخفاق حصل لنا السنه اللي فاتت دوري وكاس، الحمد لله رب العالمين بدايه لينا مهمه زي ما انت عارف. خلاص يعني ده مباراه سوبر كاس خدناها خلاص الحمد لله، تركيزنا اكتر عندنا الدوري ان شاء الله رب العالمين، ونخش على افريقيا وكاس ان شاء الله. كابتن عبد الله ابتديت بقولت الاخفاق السنه اللي فاتت، عايز اتكلم على قعده الكابتن الخطيب واجتماعه معاكم. كابتن الخطيب معاكم دايما في الوقت الصعب، قال تفاصيل كتير جدا، قال احنا في ظهركم بنراهن عليكم. البدايه النهارده بتصالحوا الكابتن الخطيب وبتصالحوا جماهير النادي الاهلي؟ طبعا انا كابتن خطيب يعني انا واحمد صلاح يعني اكتر اثنين في الفرقه، يعني هو يعني قريب بينا احنا الاثنين. طبعا الفتره اللي فاتت دعم الفرقه بشكل قوي هو كابتن خالد العوضي، طبعا بشكره وبشكر مجلس ادارته وبعدينهم. يعني الفوز المبدئي انت عارف يا فاروق احنا بالنسبه لنا تارجتنا دوري واربع بطولات مش بطوله واحده بنكتفي، فطبعا بنوعدهم بنوع جماهيرنا دي يعني مش مصالحه، المصالحه ان شاء الله رب العالمين لما ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد اربع بطولات باذن الله. كابتن عبد الله جماهير النادي الاهلي دايما بترسم لوحه فنيه جميله، لكن النهارده قالت يعني شفنا صوره معالي الوزير رحمه الله عليه العمري فاروق، رجل اخلص وعشق للكيان، اعتقد رسائل مهمه كثيره جدا من جماهير النادي الاهلي النهارده. طبعا الله يرحمه معالي الوزير طبعا بيديله الفوز، يا رب يرحمه يا رب ويجعل مسواه الجنه. جماهير النادي الاهلي هي الصوره اهي طبعا في قلوبنا، يا رب يرحمه يا رب يعني ويجعل مسواه الجنه ان شاء الله. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا اصيل ووفي جدا، ما بينساش اي حد من الناس اللي تعبت واشتغلت واجتهدت في النادي الاهلي، والناس اللي يعني كتر عرق وكل يعني بذلت اكتر مجهود عندها اللي هي تسعد الكيان الكبير دوت. يا رب يا رب يعني يا رب يرحمه يا رب معالي الوزير يا رب يا رب يبارك في الجماهير ديت، ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا في الطايره وفي اليد والسله وكره القدم ان شاء الله، ويا رب مزيد من النجاح ان شاء الله النادي الاهلي يا رب. النادي الاهلي عيله، لما الاقي النهارده في المدرجات او في المقصوره تيتيانا احمد الجرحي، بنشوف الكابتن عبد الله مع فريق الباسكت مع فريق كره القدم، الاهلي بيدي رساله مهمه جدا، احنا عيله النادي الاهلي. طبعا يعني احنا متربيين مع بعض من زمان، واحنا يعني في اي محفل اي بطوله اي يعني اي كل حاجه موجودين مع بعض، يعني لازم ندعم بعض لازم نسبورت بعض، احنا عيله زي ما انت بتقول احنا اخوات، وبعد كده يعني الرياضه بتيجي اللي احنا بنشجع بعض وبنساهم بعض. بشكرهم جدا طبعا مسدد الجميله دي، وان شاء الله في اللي جاي احسن يكون احسن ان شاء الله. اشكرك عبد الله ومستني منكم كتير السنه دي. ربنا يخليك حبيبي ان شاء الله اربع بطولات باذن الله حبيبي. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع العالمي عبد الله عبد السلام، رساله مهمه جدا من جماهير النادي الاهلي. العمري فاروق رجل اخلص وعشق كيان النادي الاهلي، من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه يعني فوز مهم اكيد طبعا، يعني جماهير النادي الاهلي ونادي الاهلي افتقد وقود معالي الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه، بس هو ما زال في القلوب وليه بصمه كبيره جدا على هذا الفريق وعلى كل الفرق الجماعيه، وما زالت الحقيقه بصماته يعني الفرق بتجني ثمار، يعني الجهد الكبير اللي كان بذله معالي الوزير العمري فاروق طبعا مع كل مجلس الاداره ربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه. يمكن كنا بنسال قبل اللقاء يا كابتن ايه اهم النقاط الفنيه ممكن تنصح حضرتك اللي حسمت اللقاء النهارده؟ لازم نلاحظ ان هو الاهلي يعني اعتمد على حوالي 12 13 لاعب، وكان اللعيبه بتنزل المدرب ما شاء الله يعني تغييراته كانت موفقه جدا، كان ابتدى بالسته، ابتدى في مشهد اربعه احمد عزب وابتدى المحترف الامريكي، بعد كده ابتدى ينزل شويه عصران في يعني في التغييرات يجي على الارسال، هم هو فرقوا كتير قوي، يمكن محمد رمضان فرق كتير قوي في الديفنس في الشوط الثالث طلع كام كوره، فهي اللي كانت المنظومه بتاعت الفرقه كلها تغييرات، ما نزل عبد الحليم عبو في الشوط الثالث والرابع، فرق كتير قوي مع الاهلي ان هو يعني كان مصاب قعد فتره كبيره مصاب، فما شاء الله يعني النهارده كان موفق جدا مع حمد عبد الصمد كان موفق برضه، كان يعني كل تقريبا يعني الفرقه كلها. طب يا كابتن يعني هو هل طبيعي ان احنا نلعب ب 12 لاعب؟ يعني حضرتك كراجل يعني متابع للفريق لا هو ما هو ما كانش بي يعني مش ما كانش بياخد كل يعني لكن بينزل شويه، لكن مثلا هو في الشوط الثالث والرابع ابتدى يلعب ركز على اللعيبه اللي شايله لاعب عصران مكان عزب يعني لكن هو ما كان الزمالك تغييراتهم كان بيريح او خلاص هيخسر فبيبتدي يريح الفرقه بتاعته، لكن احنا الاهلي تغييراتنا كانت لاضافه لكن هو تغييرات الزمالك
ما كانش عنده حد اللي يقدر يغيره، فكان هو تغييراته. وطبعا حضرتك زي ما شايف يا كابتن دي مراسم التتويج، وطبعا اعضاء الاتحاد كابتن عمرو مخلوف، وطبعا يعني كابتن مرتجي واقف طبعا بيسلم اللعيبه الميداليات، مهندس قمر رئيس الاتحاد، يعني كل الاتحاد مع يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بيسلموا اللاعبين. اكيد طبعا فوز مهم في بدايه مشوارك النهارده في الموسم، واول بطوله بتحصدها في الموسم. انت حامل لقب السنه اللي فاتت زي ما شايفين، عبه كمان بيحيي الجماهير احمد صلاح، مجموعه كبيره الفريق الحقيقه بيضم مجموعه كبيره من اللاعبين سواء الصغيرين او الكبار، وزي ما حضراتكم شايفين المكسب حلو. احمد صلاح طبعا سعيد بهذا المكسب، حسام يوسف يعني الله اكبر عليه كان النهارده يعني عصران، كل اللاعبين الحقيقه النهارده كانوا يعني قد المسؤوليه. برضه انا عايز اقول حاجه، يعني جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده في الصاله واللي سندت الفريق بشكل كبير، اكيد بنشكرهم من هنا، بنشكر كل الجماهير اللي كانت قاعده قدام شاشه قناه النادي الاهلي بتتابع المباراه وبيدعوا على الصفحات بالفوز النادي الاهلي. يعني مباراه مهمه، ليه؟ انت امبارح كسبان، فالنهارده محتاج تاكد يعني ان فرع كره اليد النهارده يعني بيعود وبيعود بقوه. طب النهارده عندنا ايه بطولات ثانيه؟ عندنا دوري وكاس لسه، وعندنا بطوله افريقيا، فان شاء الله دي تكون. طبعا مستر فرناندو اللي كان ضيفنا هنا وكان وعد الحقيقه وهو موجود معانا انه هي يعني ان شاء الله تبقى البطولات كلها صور تذكاريه. الفرحه جميله يا كابتن فراق، الفرحه جميله يا كابتن، يعني الواحد بيحس انه مع بعد مجهود كبير وبتكسب من 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 منافس قوي. يعني النهارده نادي الزمالك يعني فرقه برضو يعني اكيد بنقولها هارد لاك، فرقه يعني كويسه. يعني انت النهارده ما بتكسبش ماتش سهل يا كابتن كريم، ماتش صعب، ماتش يعني فيه فنيات عاليه، فالنهارده انت بتقدر بشكل كبير تحقق هذا الفوز. كابتن كريم اجي لك برضو، يعني يمكن فوز النهارده يمكن هي بطوله مباراه او مباراتين قبل نهائي ونهائي، يمكن مشوارها مش طويل، لسه عندك الدوري، لسه عندك الكاس، لسه عندك بطوله افريقيا، بس مكسب في بدايه المشوار بتبقى حاجه كويسه بتديك ثقه. اكيد طبعا، يعني الموسم ده فيه تحديات كتيره جدا. انت بدات الموسم بكاس السوبر، هما كانوا مباراتين سيمي فاينال وفاينال على طول مع نادي الزمالك. سلام، هو يا كابتن بيرفع كاس البطوله يعني كابتن الفريق والميداليه وبيحتفل مع جماهيره ومع فرقته، لحظه جميله. 1,000,000 مبروك فوز النادي الاهلي، لحظه جميله جدا 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 يا كابتن كريم. تقول ايه على اللحظه دي يعني قبل ما نروح يعني يمكن للتحديات؟ سامع صوت اللعيبه بيختلط مع صوت الجماهير، يعني النهارده كله بيهتف باسم النادي الاهلي، صوت الجمهور وصوت اللعيبه واحد في ارض الملعب، يعني حاجه جميله جدا جدا. يعني كابتن كريم تقول ايه على لحظه الفرحه دي؟ يعني شايفها ازاي؟ شايف بدايه المشوار لما تفرح فرحه كبيره زي دي تفرق معاك ازاي كلاعب؟ اكيد طبعا، يعني فرحه زي دي بتلخص المجهود والتعب اللي هم عاشوه في خلال الست سبع شهور اللي فاتوا. يمكن انا قريب من الفرقه شويه، الفرقه دي بيطبقوا نظام اليوم الكامل، يعني بيجوا الصبح النادي حوالي الساعه 19 الصبح، ما بيمشوش قبل الساعه 7 8 بالليل يوميا. ده لانتمائهم وحبهم الشديد ان هم عايزين يعملوا حاجه للنادي ولنفسهم، فده تتويج طبعا. الاحتفال ده تتويج طبعا بمجهودهم الكبير اللي تعبوا فيه السنه دي، واكيد دي بدايه ان شاء الله ان اللي توجوا السنه دي بالرباعيه. لسه عندنا الدوري، لسه عندنا الكاس، لسه عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله تبقى في النادي الاهلي، عندنا هتبقى عندنا في الصاله. فطبعا ده اول تحدي ليهم. يعني انا عايز اعلق على حاجه، فرحه يا كابتن احمد صلاح بالرغم يعني احمد صلاح خد بطولات كتير، يعني الراجل ما شاء الله عليه، يعني لو قعدنا نحسب بطولاته كتير، فالنهارده فرحته بكاس البطوله بكاس السوبر المصري فرحه كانه بياخد كاس لاول مره 18 سنه. ده بيدل يعني على ايه يا كابتن احمد؟ بيدل على ايه؟ هو عنده تحدي غير طبيعي، يعني هو من جواه تمرين ماتش بتاع، هو يعني عشان كده هو ما شاء الله من مثلا نقول من 2002 ولاعب اساسي في المنتخب والنادي الاهلي، فبقى له حوالي 22 سنه 23 سنه، كل يوم هو في فما قدرش لو ما عندوش تحدي ده ما قدرش يوصل للسن ده وهو بالمستوى اللي هو لاعب بيه النهارده. يعني تعلق ايه على فرحه عبد الله عبد السلام واحمد صلاح بالكاس بالرغم ان هم ما شاء الله يعني تاريخهم حافل بالبطولات، المفروض خد بطوله خلاص، بس سعيد النهارده ده يدل على ايه؟ اكيد طبعا، يعني كلمه اسطوره دي ما بيجيش من فراغ خالص يا كابتن هيثم، يعني الاستمراريه، يعني اي حد عايز ينجح لازم يستمر. يعني احمد صلاح وعبد الله بينزلوا الملعب اكنهم اول مره ينزلوا الملعب يكسبوا بطوله، هم جعانين للبطولات، يعني كل بطوله بينزلها وكانه اول مره يلعب بطوله عايز يكسب. فالاستمراريه هي دايما اللي بدنا، يعني انا بننصح طبعا اللعيبه الصغيرين دايما ان هم يبقى عندهم مثال زي عبد الله. خلينا نعلق على الصوره دي برضو، اللعيبه بتحتفل بالكاس وبتاخد صور تذكاريه ومعاهم صوره معالي الوزير عامر فاروق، يعني برضو يعني معلش يعني اللعيبه هتفتكر كده وتعمل كده ليه؟ اذا كان في حب حقيقي، يعني في حب حقيقي وكان في علاقه جيده من نائب رئيس النادي واللاعبين،
يعني معلش حدش قال لهم اعملوا كده، هم اللي جايبين. طبعا كان هو متواجد على طول مع الفرق وتواجد كل الفرق الجماعيه، كان هو متواجد معاهم وتمرين وماتشات. فيعني النادي الاهلي ما بينساش ولاده، ربنا يرحمه. النادي الاهلي ما بينساش ولاده. بس النهارده يا كابتن برضو ارجع واقول انه يعني مستر فرلاندو نجح بشكل كبير في انه يدير اللقاء، نجح انه يعرف ويقرا. كنا شايفين طول الوقت ماسك البورد على الخط وعمال يقرا الداتا فولي بتجيله بانتظام وبياخد بيانات معينه بناء عليه بيختار التغييرات. يعني ايه اللي احنا شايفينه النهارده ابرز اللي عمله المدير الفني؟ ايه فرناندو عمل ايه النهارده مختلف يعني خلانا نقدر نحسم المباراه؟ هو طبعا انا يعني شايف ان في يعني نقطه الزمالك ضعف كتير قوي في الارسال والحائط الصد، وده اللي خلى الاهلي يعني يتفوق. يعني رغم ان احنا برضو يعني مش عايز اقول ان هو الزمالك ما جابش ولا ايس طول الاربع اشواط دي، ما جابش ولا حائط الصد مثلا جاب 11، الاهلي 16، الاهلي جاب 7 ايس، وده برضو اعتقد ان هو قليل بالنسبه لل كان ممكن يضغط عليهم اكتر. احنا عملنا مس سيرف قد ايه؟ يعني كم سيرف قال لنا عند حضرتك احصائيه؟ احنا عندنا يعني عملنا الاخطاء 29 خطا. طب السيرفات منهم كام؟ ما قدرتش ملحقتش يعني لكن انا اعملهم عليهم لكن طيب لكن معظمهم هيبقى الارسال. ولو طب اللي حط ارسالات اكتر في الشبكه او بره احنا ولا نادي الزمالك بالرؤيه كده، مش لازم اعداد، بحكم بالعين كده كنا احنا ولا نادي الزمالك قد بعض تقريبا. احنا تقريبا قد بعض الاخطاء. احنا عملنا 29 خطا وهم 28 خطا تقريبا. يبقى هتلاقي في الاول والاخر احنا متساويين. بس هو طب يعني النهارده هل يعني المفاتيح مستر فرلاندو النهارده قدر يستغلها بالكامل؟ يعني كابتن كريم مثلا يعني كابتن احمد قال الروتيشن فرق معانا كتير، هل النهارده حسيت بتغييرات فنيه؟ حسيت باستغلالات؟ كان بينزل حد لحد يعني في البلوكات قدام ضريب معين؟ يعني النهارده شفنا هيكل مش في مستواه، مش ده هيكل بالزبط. هل اتعمل له حاجه فنيه انت شفتها في الملعب؟ يمكن فرناندو النهارده استغل ال 14 لعيب المتسجلين في السكور، استغلهم. كان كل لعيب ليه جزئيه معينه صغيره جدا بينزل ينفذها، حتى لو هينزل نقطه واحده. يمكن عصران نزل في اخر جيم، اخر ارسال لاعب ارسال سبايك جاب نقطه كسبنا الجيم الاولاني. يعني دي تفصيله صغيره جدا جدا ما حد خلص لك بيها شغل. نزل هو. طب استاذنك يا كابتن، هنروح لارض الملعب وسلاح حامد ولقاءات ما بعد المباراه مع العلامي الثاني. احنا عندنا اثنين عالميين، عندنا عبد الله عبد السلام وعملنا معاه لقاء، والعلامي الثاني بقى واللي بنتفخر بيه الاسطوره الكبيره احمد صلاح. اتفضل يا سلام. من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن هيثم، فوز غالي جدا طبعا، فوز يعني الماسترز طبعا بالسوبر المصري تاني مره على التوالي. وزي ما انت قلت عندنا اثنين عالمي معايا دلوقتي، العالمي الثاني كابتن محمد احمد صلاح. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك يا عالمي، مباراه صعبه جدا لكن قدرتوا انتوا تشرفونا وفرحتونا يا كابتن النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده، كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا بدايه السيزون، و جهاز جديد، لعيبه، في لعيبه كتيره كانت يعني كانت السنه اللي فاتت كانت مش اساسيه بقت اساسيه، فالموضوع مختلف تماما. لكن الحمد لله يعني بصراحه الفرقه رجاله، قدرنا ننفذ التعليمات بتاعت المدرب على قد ما نقدر يعني. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، دي بدايه، ربنا كرمنا في اول بطوله ودي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، ان في توقف بعد كده 25 يوم للمنتخب، فدي كانت بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا قبل التوقف ده يكون في حاجه تفرحنا وتخلينا نستعد ان شاء الله للدوري والكاس وافريقيا باذن الله. باذن الله كانت بطوله غاليه جدا، وانت طبعا ماسك الكاس طبعا بالكاس. اكيد اكيد ان فعلا بجد انت مش متخيله هي بطوله مهمه ازاي بالنسبه لنا كفرقه، كجمهور احمد صلاح جمهورنا اكيد ان هم يستحقوا احسن من كده بكتير، ان احنا قصرنا معاهم في السنه اللي فاتت واللي قبلها. لكن صدقوني والله يعني عايز اقول لهم ان فعلا ده غصب عننا، لكن ان شاء الله السنه دي هنقدر يعني هنعمل اقصى ما عندنا عشان خاطر نفرحكم، وباذن الله يكون سنه خير علينا ونقدر باذن الله ان احنا نكسب اربع بطولات، وده اتمناه باذن الله. يعني بطوله اهداء للحاضر والغائب كابتن عمرو فاروق رحمه الله عليه، يمكن طبعا الجمهور هتف له، بطوله طبعا اهداء ليه ولروحه يا كابتن احمد. يمكن طبعا كابتن عمرو فاروق كان دايما متواجد معاكم في كل البطولات، يمكن شوف انت الموسم ده كمان. انا كمان بحبه شخصيا، كان في بيني وبينه علاقه جامده جدا بصراحه، الله يرحمه، ودي يعني دي اقل حاجه نقدر نعملها له، وان شاء الله اللي جاي كله باذن الله يكون هو جاي كله ليه باذن الله ان شاء الله. باذن الله. مسيك يا عالمي وبشكرك تاني ومبروك. شكرا يا سيدي، ربنا يخليك. طبعا مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ويمكن طبعا معايا يعني كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد ببارك لك، مليون مبروك، يعني يبين الفرحه، فرحان طبعا، اتنين سوبر في اقل من 24 ساعه. بصي اصعب بطوله في حياتي وانا لعيب وانا شغال، بطوله صعبه
نادي الزمالك نادي محترم وفريق محترم، بس عندنا رجاله في نادي الاهلي بجد بشكرهم جدا، بقول لهم رجاله على قدر المسؤوليه، ضغط عليهم ضغط جامد جدا على لعيبتي، وانا عارف ان هم قد المسؤوليه، واثق فيهم جدا جدا، وفعلا ما شاء الله الف مليون مبروك، مبروك للجمهور، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للمدير الفني المحترم والجهاز المحترم اللي معايا، ومبروك للاعيبتي، وانا عارف ان هم لسه عندهم كتير، بس حاجه فرحه عظيمه بصراحه. باين يا كابتن، ويمكن موسم لسه طويل مليء طبعا ببطولات دوري وكاس افريقيا سواء للسيدات او الرجال، جهاز فني جديد زي ما انت قلت سواء سيدات ايضا ورجال، اول بطوله ليهم في بدايه الموسم. ناس كتلقنا من الاجهزه الجديده انا عارف، واقول لهم طبعا حقكم، بس انا عايز اطلب طلب كده على الهواء، انا كسبان. جمهور النادي الاهلي العظيم، سبورت اللعيبه وسبورت الاجهزه، صدقوني هيفرحوكم. الناس دي عايزين يقدموا لكم احلى حاجه في الحياه عشان تفضلوا فرحانين. ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله في اللي جاي، وبقول لهم دي اول السيزون في الطايره، احنا لازم ما خلصناش السيزون، نتمنى ان احنا نعمل سيزون، بقول لهم هم عارفين لعيبتي عارفه واجهزتي عارفه ان احنا نعمل سيزون كويس باذن الله عشان نفرح الجمهور. الجمهور ده انت عارفه مدى فرحته باي بطوله بالنادي الاهلي بيكسبها، بقول له شكرا جدا ان هو جه بعد الماتش الكوره وجالنا جري بصراحه، فالحمد لله نحمد ربنا. كابتن، ويمكن زي ما قلت طبعا كابتن احمد صلاح، بطوله اهداء لروح الحاضر والغائب الكابتن عمرو فاروق رحمه الله عليه، يمكن طبعا من الناس اللي دايما كان داعم لكل الالعاب الاخرى، سله، طايره، يد، كان كمان متواجد في كل المباريات، يمكن طبعا بنفتقده بشده النهارده وامبارح. افتقدته كتير يعني بصراحه، افتقدت عمرو فاروق يعني الله يرحمه. مبروك لكل واحد بيحب النادي الاهلي، وبقول بجد يعني افتقدت واحد اخ عزيز عليا، انا اول مره اتكلم في حياتي في الموضوع ده، بس افتقدت اخ عزيز عليا الله يرحمه، يا رب اتمنى له الرحمه، وكل وقت بفتكره فيه بتمنى له الرحمه، وبقول له اهداء اقل حاجه، هو كان تعبان معايا في 24 ساعه تقريبا، بس يعني الحمد لله نحمد ربنا على اللي احنا فيه، الحمد لله مبروك. الحمد لله يا كابتن، كلنا مفتقدينه طبعا، وكلنا حاسين بحزن شديد جدا، مفتقدينه بشده النهارده فعلا. الحمد لله يعني هو كان دايما الراجل بيجي ماتش معايا وشوف الجمهور ويتابع الحركه معايا في حاجات كتير يعني، ما فيش مشكله الحمد لله، بس هي دي الحياه، نقول له رحمه الله عليه، ربنا يرحمه، وربنا يا رب يتولى برحمته. الحمد لله يا رب، الحمد لله، مبروك للجمهور العظيم، ومبروك للناس كلها، يا رب الخير لينا باذن الله في اللي جاي. شكرا لك يا كابتن، ومبروك تاني، وطبعا منتظرين من الماسترز ومن جميع طبعا فرق النادي الاهلي الرياضيه سواء كره سله، طايره، يد، مزيد من البطولات الموسم ده. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا، ميرسي، شكرا، شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع العالمي زي ما حضرتك قلت كابتن احمد صلاح، وبالتاكيد كابتن خالد العوضي، ويمكن زي ما هو قال طبعا يا كابتن هيثم يعني بنشعر طبعا بحزن شديد جدا، مفتقدين طبعا رحمه الله عليه الكابتن عمرو فاروق. طبعا يعني مبروك تاني يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه يعني احنا كلنا بنحاول نفرح يعني، بس هو طبعا الفرحه بتبقى ناقصه يعني، اكيد الحزن مالي كل النادي الاهلي يعني، يمكن دموع كابتن خالد العوضي عبرت عن كلنا يعني، احنا بنحاول نفرح وبنحاول نخرج من اللي احنا فيه كواجب قدام جماهير النادي الاهلي عشان يساعدهم، ولكن صدقوني كل واحد في الملعب فرحته مش كامله، فرحته ناقصه بغياب العامل فاروق. طبعا نتمنى له الرحمه والمغفره، وكلنا بندعي له طول الوقت يعني، اكيد دموع كابتن خالد العوضي دي ما جاتش من فراغ يعني، اكيد هو الراجل يعني حاسس بافتقاد كبير لرجل مخلص كان للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك كان بيهتم بتفاصيل كتيره جدا يعني، ان شاء الله يعني نتمنى له الرحمه ونفضل نترحم عليه وهيفضل الوضع ده. بس انا عايز اعلق على صوره كانت موجوده دلوقتي، وهو وجود طبعا كابتن هشام العمري اخو العمري فاروق، دكتور هشام العمري ده كان طبعا اكيد يعني كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي فتره من الفترات في غياب يعني، كان كابتن عمري بره المجلس، ولكن دكتور هشام العمري كان جوه المجلس، وشفنا الصوره دي وهو يلتقط الصور التذكاريه، هو كان معانا برضو في بطولات العالم، هو كان في كل حاجه، وكان كمان دكتور هشام متابع بشكل كبير، والنهارده شفناه في ارض الملعب. نعم شفناه في ارض الملعب النهارده وبيتابع وبيكمل مسيره اخوه العمري فاروق. نروح لسالة حامد ولقاء مع الدكتور هشام العمري، فاروق صلاح مع الدكتور هشام العمري، اتفضل يا فاروق. هو كان معانا في الجديد ده، برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. داخل جدران النادي الاهلي ناس اخلصت حبا وعشقا للكيان، عمرهم ما يكون مكانهم طي النسيان، اسمهم اتحفر في قلوبنا وفي كل مكان داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. معالي الوزير العمري فاروق قد تكون قصته قصه حكايته حبه للنادي الاهلي انتهت، ولكن حب وعشق عائله العمري فاروق للنادي الاهلي واخلاصهم للنادي الاهلي لن ولن ينتهي. معي في هذه الاثناء الدكتور هشام العمري. دكتور هشام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي.
وقبل ما بارك على السوبر عايز اتكلم على جمهور النادي الاهلي. صورة كلنا لمست قلوبنا، العمري فاروق لن ننساك، رجل اخلص للكيان. انا عايز اقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم على اي حاجة انا عايز اقول الحمد لله والشكر لله وكلمة العمري فاروق بعد كل فوز. جمهور النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا، مش هينفع ان احنا نوفي حقه. هو بعت رسالة لكل فرد داخل جدران النادي الاهلي ان لابد ان تخلص لهذا الكيان كي نخلد اسمك. هم خلدوا اسم العمري فاروق. العمري فاروق اصبح حبيب الأهلوية باخلاصه لهذا الكيان. انا بشكر جمهور النادي الاهلي جدا جدا، ومفيش كلمات تديهم حقهم تحت اي ظرف من الظروف. بجد هم كلهم على راسنا وعلى راس عيلة العمري بالكامل، وكنت اتمنى ان هو يكون موجود ويشوف هذا الحب. بشكر لعيبه النادي الاهلي على لمستهم الطيبه لينا، دخلوا على قلبنا الفرحه. والنادي الاهلي طول عمره متعود ان هو يدخل الفرحه في كل البيوت الاهلاويه. بشكركم جميعا وبشكر نجوم الاستوديو، بشكركم على كل حاجه وكتر خير حضراتكم جدا جدا جدا. انا اعذروني انا مشاعري متداخله كلها في بعضها، سامحوني يعني. دكتور هشام، لوجودك للمره الثانيه بالامس السوبر للسيدات والنهارده موجود، عايز تقول ايه؟ عايز توصل ايه؟ وعايز تقول للمعالي الوزير رحمه الله عليه العمري فاروق، عايز تقول له ايه؟ عايز اقول انت موجود وهتفضل موجود ان شاء الله، وجماهير النادي الاهلي اعلنت ده واحنا بنعلن ده. ان شاء الله مكانك موجود واحنا في ظهر كل فرق النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. ربنا يكرمكم والف الف مبروك، كتر خيركم. عايز اختم معاك، مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب قرر اقامه حفله تابين لمعالي الوزير العمري فاروق واقامه تمثال للعمري فاروق. اعتقد اقل ما يقدم للعمري فاروق وتقدير مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب لكل رجل اخلص في حب النادي الاهلي، اعتقد في الصفوف الاولى يقف معالي الوزير العمري فاروق. اولا انا عايز اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب ما سبناش من اول يوم العمري رحمه الله عليه تعب ودخل في الغيبوبه من داخل النادي الاهلي، و 80 يوم الكابتن محمود واسرته بالكامل بيسالوا علينا ومتواجدين معانا في المستشفى. ف وده مش بعيد على 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 راجل يعني بقيمه الكابتن محمود الخطيب. ما سابوناش مجلس الاداره كله، ما سابوناش الحقيقه. تكريم العمري فاروق الحقيقه هو رساله من مجلس اداره النادي الاهلي ان لابد من ان تخلص لهذا الكيان. هي نفس رساله الجمهور النهارده في كل مكان، حتى في 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 ماتش البلديه في استاد القاهره كره القدم، وامبارح والنهارده في الطايره رجال، وامبارح في الطايره سيدات. هي نفس الرساله ان لابد من تخليد كل من اخلص لهذا الكيان. انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، بشكر النادي الاهلي، بشكر الجماهير العظيمه دي. انا مش عارف احنا ايه اللي نقدر نعمله غير ان احنا نخلص ونخلص ونخلص لهذا الكيان من اجل استمرار هذا الحب. وده حق الناس على عيلة العمري ان احنا هنفضل نخلص لهذا المكان، وان شاء الله يا رب العالمين احنا موجودين زينا زي الجمهور في ظهر كل فرق النادي الاهلي، ومكان العمري فاروق عمره ما هيفضل. دايما كان بيبقى في مكالمة بينك وبينه بعد كل بطولة، كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي دايما خليك فرحان ودايما خليك واثق، علشان انا بقى دايما قاعد على اعصابي. دايما كان يقول لي رساله واحده بسيطه جدا، الاهلي بيكسب، الاهلي بيفرح، خليك بس انت واثق من كل دوت. انا كان دايما في مكالمه بيني وبينه بعد المباراه، انا اللي بكلمه بقول له انا عايز اشوفك دلوقتي عشان عايز ابوس راسك، وانا النهارده دلوقتي كنت اتمنى ان هو يكون موجود عشان ابوس راسك. اشكرك يا دكتور، ربنا يرحمه يا رب. شكرا جدا والف مبروك للنادي الاهلي، وشكرا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله على الابواب. كابتن هيثم، لقاء من اللقاءات اللي ختمها تقدر تقول لن ننساك العمري فاروق، رجل اخلص لحبا وعشقا واخلاصا للنادي الاهلي، وزي ما قلنا داخل جدران النادي الاهلي هتفضل في رموز اسمهم اتحفر في كل مكان. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح شكرا جزيلا. يعني الحقيقه ده هشام العمري والرسائل اللي قدمها ووصلها لجماهير النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم انه النهارده يعني دكتور هشام يعني بيقول لاخوه انا امتداد ليك، انا موجود وموجود في نفس مكانك
وفي نفس الحته اللي كنت بتيجي فيها كل مره وبتساند نفس الفرق وبتساند النادي الاهلي وبتخلص النادي الاهلي، عارف انت يعني ده نوع من انواع الوفاء، الوفاء لاخوه، لان هو يعني اقرب واحد كان يمكن لمعالي الوزير عامل فاروق هو دكتور هشام العمري، وكانوا يمكن متفقين في حاجات كتيره زي ما قلت لحضراتكم. هشام كان او دكتور هشام كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي فتره من فترات في 4 سنوات، وبعد كده كان معالي الوزير كان بره المجلس، فكانوا امتداد لبعض. فالنهارده دكتور هشام يعني عقله يعني مش مستوعب ان ده ممكن، واحنا لغايه دلوقتي حتى علينا مش مستوعب، ولكن سبحان الله احنا ما نقولش غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيعني اكيد زي ما انتم شفتوا النهارده هو فرح، ولكن يعني احنا في حاجه ناقصه بوجود معالي الوزير، وخلاص هو يعني مجلس الاداره والنادي الاهلي وكل جماهيره قرروا ان اسم العاملي سيظل طبعا زي صالح سليم وزي مختار التتش وزي الاسماء العظام الكبيره دي، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كل الاسامي دي يعني خلدها وقرر نادي جماهير النادي الاهلي تخلدها، العاملي فاروق اصبح واحد منهم رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. كابتن يعني يمكن هنخرج شويه من الاجواء دي، ومهما خرجنا برضو مش هننسى معالي الوزير، ولكن لازم نفكر في اللي جاي. النادي الاهلي عنده بطولات قادمه، في توقف 26 يوم كابتن احمد صلاح قال عليه مهم جدا، هتبتدي الاستشفاء واللعيبه ترجع لفورمتها تاني، ولكن عندنا 3 بطولات جايه. خلينا نقول ان السوبر دي اقلهم، يعني دايما النادي الاهلي بيبص من عدد المباريات، شايف ايه اللي مطلوب منا، خاصه المباريات اللي جايه اقوى واقوى بكثير، وهيكون في شراسه ومنافسه اقوى من كده. يعني هي بدايه النهارده طبعا 26 يوم التوقف الدوري عشان منافسات دوره الالعاب الافريقيه، فطبعا الفتره دي هنقدر نستغل فيها قوي فتره التوقف دي ان احنا نشوف النقط الايجابيات والسلبيات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. طبعا فرناندو يقدر يجهز الفرقه بشكل اكبر، طبعا يمكن السنه دي انت ضخيت دم جديد، شباب كتير قوي، اديتها فرص كتيره جدا، يعني في ولاد كتيره جدا السنه دي خدوا فرصه اولهم. طب يمكن انت قلت كلمه هو عملها فرناندو مونزو وقال الكلام ده في حوارنا، خلينا نشوف هو بيقول ايه في ارض الملعب. خلينا نروح لساله حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع مستر فرناندو مونزو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، والحقيقه سالة بلغيه تحياتي وليله ان هو لما كان معانا في الاستوديو هنا وعد ان شاء الله بالبطولات، وعد انه يبذل قصارى جهده في حاجتين، انه يطلع وجوه جديده للفريق وفي نفس الوقت ناخد البطولات. خلينا نحييه ونقول انه صدق في اول اختبار. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم. في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويمكن طبعا زي ما حضرتك قلت يمكن خلينا طبعا نروح نشوف المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي مستر فرناندو هيقول ايه من ارض الملعب. مستر فرناندو، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش يور فيرست تشامبيونشيب ان ذا بيجينينج اوف ذيس سيزون. Before I ask you anything about this match or anything related to this match, let me ask you about your feeling today, first championship in the beginning of the season with the Al-Ahli team and against a strong team like Al-Zamalek. And also let me tell you that TV presenter Captain Haitham Saeed and his guests are telling you thank you for this performance, and they are welcoming you on their Al-Ahli TV channel, and they are telling you thank you, a very great performance from all the players. First, thank you very much for all. We know it's a tough game today with Zamalek, we know from the beginning. But first, I would like to remember the players today who are in the roster, because we have 20 players. I would like to remember Serif and Abdo, the under 17 players are working with us during all the season. Also Hamza, under 19, Azur, Sofi and Said, players today who are in the roster and very important for this team, give the performance they give today. Also for the staff, because I'm very happy about how it's working the staff, and this is very important for to arrive this performance. It's a staff job from all the days when we start in August. So I'm very happy about how they are working and how show the team today, not only winning, how we show our team job. طبعا يا كابتن هيثم سالته على المباراه النهارده، رايه في اداء اللاعبين، ويمكن كمان قلت له احساسه ايه بعد المباراه النهارده. يمكن نتكلم بالتاكيد انه مبسوط جدا اول بطوله ليه مع النادي الاهلي. اتكلم كمان ان المباراه طبعا النهارده كانت مباراه صعبه جدا، اتكلم انه قال برده ان في العديد من اللعيبه تحت السن في فريق النادي الاهلي، بيشكر الجهاز الفني بالكامل، يمكن مش بس بيشكرهم على الفوز النهارده، يمكن كمان قال ان هو بيشكرهم على المجهود اللي عملوه الفتره اللي فاتت، الشغل طبعا الكتير اللي
عملوه عشان يظهروا بالطريقه دي. يمكن هو بيتكلم اكتر على الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه اليوم, وطبعا وصف ان المباراه بالتاكيد كانت مباراه صعبه. مستر فرناندو, also let me ask you about the performance today. We saw a great performance of Ebu, one of the players. حبيبي كوتش, حبيبي الحمد لله. ترجم حبيبي, ترجم يا حليم, ترجم, خد على ترجم. ترجم, مش قادر اتكلم. الحمد لله, اقول الحمد لله على المكسب واول بطوله ليه ان شاء الله باذن الله الدوري والكاس. حبيبي, like one of the closest people to him. Mr. Fernando, I'm asking you about the performance of all the players. We saw a very great performance from Al Ahly and also Al Zamalek. Yeah, we know we are the best teams in Egypt, and we have both of teams have players with high experience, with very good quality, and we know these the games we are waiting for to play in this level. Also, I would like to say congratulations the performance give Army and Petrojet for to arrive in the playoff and these games in the Super Cup, because for sure help us for these two teams arrive in this level today. طبعا يا كابتن هيثم سالته على الاداء لاعبي النادي الاهلي, وشفنا طبعا اداء قوي من لاعبي نادي الزمالك. يمكن قال طبعا انه مبسوط جدا باداء جميع لاعبي النادي الاهلي, ويمكن كمان يتكلم انه الفريق مليان بالعناصر اللي طبعا عندها خبره وعناصر طبعا يعني كمان قويه, يمكن طبعا بتفرق في المباراه. وكمان بيقول ان احنا دايما بننتظر يمكن النوع ده من المباريات زي مباراه النهارده الزمالك قدام خصم طبعا قوي جدا. كمان اتكلم على نادي الزمالك وشايف انه اداء طبعا قوي. كمان اتكلم بالتاكيد يعني على اداء نادي الزمالك, شايف ان هو اداء قوي جدا لجميع لاعبي نادي الزمالك. مستر فرناندو, a large number of fans, الاهلي fans, all of them believe in you, and also before the match and before this interview I told you, me especially, I believe in you, Mr. Fernando, and all the players, that you're gonna win this championship. A lot of fans were there, their encouragement was so strong. So say a word for الاهلي fans. No, I would like to say a word first from the club for the support this team, for to create this team, because we have Mr. Hallett and many members close to us for to make this team stronger this season, and also for the fans. We hope that this is the first step, it's the first cup of the season, but for sure we will have good moments and suffering moments, and both of these moments we must to live it together. I hope for the playoff and the African Championship in April we will meet again together in our hall with many fans, and we can give them again more cups. طبعا يا كابتن هيثم بتكلم معاه عن يعني جماهير النادي الاهلي اللي كله طبعا كان واثق منذ قدومه للنادي الاهلي وانضمامه للنادي الاهلي. يمكن طبعا اتكلم وقال انه بيشكرهم, وبيشكر كمان يعني مجلس اداره النادي الاهلي والكل القائمين في النادي الاهلي, وبالاخص كمان طبعا الكابتن خالد العوضي والكل طبعا في النشاط الرياضي على بناء يعني الفريق ده وتدعيمه طبعا بالتاكيد بكل العناصر وبكل شيء طبعا يخص فريق النادي الاهلي. كمان بيقول لجماهير النادي الاهلي الموسم طويل, الموسم صعب جدا, يمكن كمان هدفهم هو الاكثر وهي بطوله افريقيا ان شاء الله تنظم في النادي الاهلي في شهر 4 بعد رمضان. فطبعا هو سعيد جدا, منتظر, عنده طموح كبير جدا طبعا هو يحقق المزيد من البطولات هذا الموسم. مستر فرناندو, ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو, جود لك ان ذا نيكست تشامبيونشيب, ايجيبشن كاب, Egyptian League, and also the African Championship. Good luck. We believe in you. Thank you so much for this interview, and congratulations again. Thank you to you. Thank you. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع المدير الفني الاسباني مستر فرناندو, وطبعا عبر عن سعادته الكبيره فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري ثاني مره على التوالي. والان العوده مره اخرى للاستوديو, طبعا يكلم لك يا كابتن هيثم, تفضل. صلاح حامد, بشكرك شكرا جزيلا. ويبدو ان المدرسه الاسبانيه تناسب كثيرا اللاعب المصري. النهارده ثلاث مديرين فنيين للألعاب الثلاثة الجماعية, سواء سلة, طايرة, يد. عندنا مستر أجوستي بوش في كرة السلة, مستر ديفيد ديفيس في كرة اليد, فرناندو مونزو في كرة الطائرة, والثلاثة مدرسة أسبانية. ويبدو أن المدرسة الأسبانية تناسب بشكل كبير يعني ثقافة وسياسة, أو زي ما تقول يعني عالم اللاعب المصري. ويمكن ده يعني مش محتاجة حد يفسرها, يعني ما شاء الله الثلاثة نجحوا, وحتى في مديرين فنيين اسبان نجحوا مع المنتخبات. فواضح ان المدرسه الاسبانيه بتناسب طبيعه وسياسه وجسم وشكل وثقافه اللاعب المصري. هو تقريبا يعني البحر الاحمر, البحر المتوسط كله بيبقى زي بعض, المدربين الايطاليين, المدربين الفرنسويين, المدربين الاسبان, غير طبعا غير البرازيليين. يعني شويه بيبقوا بعاد عن البحر يعني المتوسط. يعني يمكن هو الحمد لله, بس خلينا نقول ان اسبانيا بالاخص يمكن اقرب شويه لينا. يعني اسبان
يمكن يعني بحس ان هم زينا كتير يعني نفس الفكر نفس اللي هم يعني بيبقى حاسين اكتر بالعيد حسب اللعب مصر. حسب اللعب غير الطليان شويه الفرنسي غير الاحتراف يعني الاحتراف القوي جدا الاحتراف نعم. الايطالي الاحتراف البرازيلي بتاع دول بيبقى ما عندهمش عاطفه ما عندهمش نعم. فدول بيبقى قريب من اللعيب قوي دي ودي ميزه اي مدرب بيقرب. طب يا كابتن لو سالت حضرتك سؤال صعب شويه النهارده اللعيبه ما شاء الله 14 لاعب كانوا نجوم والحقيقه مستر مونزو ذكي جدا انه ذكر اللعيبه اللي ما لعبتش وشكرها وذكر الجهاز الفني يعني الراجل مركز ان اللعيبه اللي ما لعبتش لا كانوا معانا ويستحقوا وهو راجل ذكي الكلمتين دول بيفرقوا مع نفسيه اي لعيب ما لعبش طبعا. بس النهارده لو قلت لك تختار مين نجم المباراه مش هقول لك اثنين هصعب عليك مين نجم المباراه في النادي الاهلي وبالطبع نادي الزمالك برضو عشان برضو ايه يعني نادي الزمالك فريق محترم يعني اقدر اقول اللي كان ظاهر قوي في الزمالك هو احمد يوسف النهارده احمد يوسف في الزمالك زمالك سهل ان انت تقول ان الزمالك كان باين هو اللي تقريبا هو كان رضا النهارده ما كانش محمد عادل برده ما ظهرش خالص واضطر المدرب يطلعه فهو كان احمد يوسف اللي شايل المباراه كله شايل الزمالك كله يعني نعم. طب الاهلي الاهلي طبعا حسب احمد صلاح ان هو يعني بعدين نختار اي حد ثاني طيب يعني لو طلعنا احمد صلاح انت اجمعت ان احمد صلاح يعني النهارده كويس طب راي حضرتك مين النهارده بلاش مين النهارده الحصان الاسود مين اللي انت شايفه النهارده يعني اعلن عن وجوده يمكن احمد عزب احمد عزب اعتقد ان هو يعني السنه فاتت يعني اول ما جه النادي الاهلي تقريبا يعني احنا في ناس كتير قوي اول مره تلعب احمد عزب حمد عثمان يلعب بالفتره دي يلعب فتره كان بيشارك بينزل برده المحترف الامريكي برده كان غايب سلفات محمد محسن برده يعني كان بيلم كان يعني نعم. اخذ ما كانش بياخد يعني دور كتير قوي زي النهارده كده فاعتقد يعني احمد عزب ان هو يعني طبعا ده مستوى عادي احمد صلاح ده المستوى عادي حسام العادي بتاعه فهو يمكن كابتن احمد دبلوماسي يعني جدا طب كابتن كريم وجهه نظرك في نادي الزمالك مين النجم وفي نادي الاهلي مين النجم يعني انا اكيد مش هختلف مع كابتن احمد بس في نادي الزمالك طبعا كان احمد يوسف يعني هو كان ايقاع نادي الزمالك لما بيبقى مستوى فارق جدا نادي الزمالك بيرجع في المباراه لما بيقل شويه نادي الزمالك بيتراجع فيمكن النهارده نادي الزمالك كان احمد يوسف هو نجم المباراه بالنسبه لنادي الزمالك بالنسبه للنادي الاهلي يمكن نجم المباراه انا شايف ان الفريق طبعا كل طبعاً. ككل بس انا ممكن اخص اكتر احمد حسام يوسف يعني حسام يوسف هو اللي كان بيتحكم في ايقاع المباراه النهارده كان في كور كتير جدا حساسه النهارده خلصها قدر ان هو يتصرف بيها بذكاء بيتصرف فيها صح يمكن يعني حسام غير الاعداد طبعا حسام صانع العاب قوي جدا ارسالاته قويه جدا مؤثره بلوك وبلوكر عالي قوي فانا شايف ان حسام يوسف النهارده قدر النهارده ان هو يلعب يغير ايقاع المباراه على حسب سير المباراه النهارده يمكن احنا بدانا المباراه النهارده كنا بنضرب ضرب يعني بنلعب هاي باس كتير او بنلعب على 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 الشبكه على مركز 4 ومركز 2 بعد كده بدا يدخل مركز 3 كتير وفي الشوط الثالث والرابع بدا ينوع اللعب اكتر من ضرب من مركز 6 كتير دخل خلف الدفاعات وبلوكات نادي الزمالك فانا شايف ان النهارده الفرقه ككل طبعا عشان ما نقولش ان حد احسن حد الفرقه كلها ككل النهارده قادر بس حسام يوسف النهارده كان النهارده لا يعني ظاهر قوي وعايز اخص بالذكر طبعا عبد الله عبد السلام يعني عبد الله عبد السلام لما يكون كابتن الفرقه او حد بقيمه عبد الله عبد السلام وقاعد بره شوف في التايم اوت عبد الله عبد السلام بيعمل ايه بيوجه اللعيبه الصغيره في الملعب يعني عبد الله عبد السلام كان له دور كبير جدا النهارده بره حتى لو ما لعبش ثانيه يعني عبد الله النهارده ممكن ما يكونش لاعب النهارده غير نقط قليله جدا بس عبد الله النهارده دوره كبير جدا ومؤثر جدا على الفرقه يعني اللعيبه كتير بتسمع كلام عبد الله عبد الله ليه دور جوه الفرقه فما نقدرش نقول ان عبد الله النهارده كان بره لا عبد الله كان النهارده جوه الملعب بره كان قائد في الملعب اكيد طبعا نعم. اكيد طيب كالعاده ودايما بنستنى تهنئه كابتن محمود الخطيب بعد كل فوز لانه الحقيقه بتبقى فيها رسائل مهمه حتى للفريق الفائز بتبقى فيها رسائل مهمه وطبعا اكيد بنبارك لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي مساند قوي قوي وبشده لكل الالعاب الاخرى والحقيقه المحظوظ اللي بيلعب النهارده في النادي الاهلي او بيلعب في نادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب خلينا نشوف تهنئه او نقرا لحضراتكم تهنئه كابتن محمود الخطيب الخطيب يهنئ رجال الطائره بكاس السوبر عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء اليوم والتي انتهت بالفوز وحصول الأهلي على البطولة للموسم الثاني على التوالي وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين فضلا عن الانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات تليق بالأهلي وجماهيره الكبيرة وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات
يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع. وجدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقارية. دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب، وخليني أتلوها على مسامح حضراتكم مرة أخرى. الخطيب يهنئ رجال الطائرة بكأس السوبر. عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول للكرة الطائرة رجال وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء اليوم، والتي انتهت بالفوز وحصول الأهلي على البطولة للموسم الثاني على التوالي. وأشاد الكابتن طبعا محمود الخطيب بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين فضلا عن الانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات تليق بالأهلي وجماهيره الكبيرة. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع. وجدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقارية. الحقيقة النهاردة في رسائل كابتن محمود الخطيب يعني بيوجهها من خلال تهنئته، مش بس تهنئة، ولكن أكيد طبعا كابتن محمود الخطيب بيهنئ الفريق بالفوز، ولكن النهاردة في رسائل. أول رسالة وهو تهنئة الفريق على الأداء الفني وفي نفس الوقت على الانضباط السلوكي والخلقي، واللي دايما بيأكد عليها الكابتن محمود الخطيب في كلماته مع الفرق سواء شفوية أو مكتوبة أو عقب البطولات. دايما بيأكد لابد أن يكون في انضباط سلوكي وأخلاقي داخل الملعب وخارجه، وده اللي بيميز النادي الأهلي، اللي دول يعني زي ما بيقولوا يعني جناحي الطائر، لازم تكون فنيا عالي وفي نفس الوقت سلوكيا وخلقيا جيد. النهارده كابتن محمود الخطيب بيشير الى بطوله افريقيا الحقيقه اللي الفريق هيلعبها او هيلعبها النهارده، تذكره للعيبه ان انتم محتاجين استمرار ومحتاجين اداء قوي واستمراريه في التمرين واستمراريه في تقديم او بذل الجهد عشان بطوله افريقيا، ودي اشاره جيده وتحفيز للاعبين كمان ان احنا عندنا التزام قوي خلال الفتره القادمه. دايما كابتن الخطيب بيشير ان ده بيبقى ماضي، خلاص انتهت البطوله دي، بتفكر في القادم. كل التوفيق لفرق النادي الاهلي، واكيد في النهايه طبعا لا يسعني غير نشكر ضيوف اللي نوروني. كابتن احمد زكريا بشكرك، نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك يا كابتن. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما في البطولات ان شاء الله. كابتن كريم جمعه بشكرك، نورتيني وشرفتيني، ودايما يعني حقيقه يعني دايما يعني وشكم حلو دايما في الاستوديوهات التحليه ودايما على النادي الاهلي، بشكرك يا كابتن كريم. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي الفتيات الذهب امبارح والماسترز النهارده، وبتشرف بوجودي دايما مع كابتن هيثم طبعا وكابتن احمد زكريا، ووشك دايما حلو على النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن. اعزائي المشاهدين الف مليون مبروك، نتمنى دائما الفوز بطولتين كاسين سوبر في يومين متتاليين، الحقيقه ما اسعد جماهير النادي الاهلي بيهم وما اسعدنا كلنا بيهم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.